طيب حلقة النهاردة يا جماعة، ما دمنا بنتكلم في اللحظات الأخيرة من سنة بقى وبنستشرف عام جديد، هي حلقة تتحدث عن الفضيلة الغائبة. الفضيلة الغائبة بالمعنى الحرفي، اللي مش موجودة كتير في الملاعب، اللي هدفنا واحدة من رسائل البرنامج إن احنا نحاول نرجعها. الفضيلة الغائبة ربما تلمس مع الاحترافية بتاعتك. أما هي هتعشى مع بعضها. وكويس إنك يعني اخترت هذه القضية، لأن في بوادر الأمل إن احنا نسترد هذه الفضيلة الغائبة من خلال بعض التصريحات اللي من كبار المسؤولين، لكن اللي تحت الحقيقة محتاج الأمور تتظبط تحت شوية. عشان كده الكلام هيكون في الصميم، خليكم معانا.